الحياة صمت. داخل هذا الصمت فراغ. داخل هذا الفراغ اللا شيء، اللا وجود. كذا كانت حياتي. بساطة وجودي في هالدنيا زي عدم. اليوم على السوشيال ميديا، اليوم أنا صلحت كذا كذا، اليوم أنا فعلت كذا كذا، أنا بفعل كذا كذا. هل أنتم عارفين إيش خطورة المعلومات اللي تقدموها؟ ما حد عارف. وصلت لأن أصغر نقطة أو أضعف نقطة في الحلقة اللي هي البشر. دراسات ما نعرف من وين يجيبون هياها، دراسات انهزامية، دراسات تافهة، دراسات لا أصل لها، دراسات لا خطب لها ولا أزمة. أمنك الشخصي هو مسؤوليتك، مش مسؤوليتي. أمنك الشخصي هو مسؤوليتك.